ومن العاصمة السعودية الرياض وعلى هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة، يسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء السيد محمد العبار. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية. دعني أبدأ معك بأحد أبرز الأسئلة التي يتم طرحها اليوم بالنسبة لوضع القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة. الأسعار ارتفعت بشكل قياسي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، والجميع يسأل ما إذا كنا وصلنا للسقف أو لا، ما هو رأيك؟ والله رأيي أنه يعتمد أي فئة سعرية. في نحن عندنا المتوسط اللي هو لازال سعره معتدل، لازال عندنا فوق المتوسط لازال سعره معتدل، عندنا خلينا أقول 2% اللي هي اللكجري، اللي هي يعني الفئة عالية السعر، هذه يمكن سعرها ارتفع كثير، أنا مستغرب شخصيا كذلك، لكن هذه يعني أعداد قليلة جدا. أما الأسعار بصفة عامة إذا تكلمت على المتوسط واللي فوق المتوسط حتى المميز، لكن في شيء فوق المميز اللي هو يعني تجنن في السعر. فلذلك أنا لو أنظر ل يعني قرابة 98% من السوق لازال سعره جيد، إذا أنا ما قارنت به المدن اللي لازم أقارنها بمدينة دبي. مدينة دبي اليوم صارت عاصمة تجارية عالمية، فلذلك أنا لازم أقارن أسعارها بالدول الثانية، سواء سنغافورة ولا لندن ولا شيكاغو ولا كذلك نيويورك، ميامي كمثال. بس كذلك اللي يبشر بالخير بأنه مستوى الأسعار أنا في نظري الآن ثبت، فلذلك أنا أعتقد هذه رحمة من رب العالمين أن السعر ثبت. نحن كذلك نحن ما نبغي الأسعار ترتفع بصورة جنونية. طبعا أكيد الجميع كان يتحدث عن الاستثمارات الروسية التي دخلت على القطاع، الآن هناك حديث عن استثمارات صينية، والبعض يقول بأن هذه الاستثمارات الصينية أيضا ستقود ارتفاع كبير في الأسعار، هل هذا صحيح؟ دبي بطبيعتها دائما الاستثمار مختلف، عندنا مستثمرين من أفريقيا، عندنا مستثمرين من بريطانيا، عندنا مستثمرين من الهند، باكستان، الصين، وتلاقين والروس، وتلاقين النسب هذه من كل 3 شهور تختلف، مرة الروس يرتفعون شوي بعدين يزيدون الهنود، بعدين فجأة الصينيين اللي كانوا موجودين يدخلون. فأنا ما أعتقد أن الصينيين هو بالسبب الرئيسي، أنا أعتقد نمو كل هالأسواق واهتمامها بدولة الإمارات ومدينة دبي، اللي هو طبعا النجاح هذا كله أساسه هو السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات والقيادة صراحة الثاقبة. هل لديكم خطة لأن تتوسعوا في السعودية؟ والله مثل ما قلت أنا بالأمس، نحن عندنا حديث مع وزارة الإسكان في السعودية، لازال هذا الحديث مستمر، ما في شيء مؤكد حاليا، ولكن بطبيعة الحال يعني النمو والنشاط الموجود في السعودية الواحد ما يقدر يهمل سوق السعودية. معدلات الفائدة مرتفعة عالمياً وبالنسبة للمنطقة، وهيدا عم نشوفه عالمياً عم بيأثر على المطورين العقاريين، عم بيأثر على قديش المورجج ريتس وبالتالي على المورجج ديماند. هل ترى بأن هذا العامل سيكون سلبي بشكل كبير على القطاع، على المطورين العقاريين في منطقة الخليج؟ وكيف يعني اليوم كيف أعمار عم تتعامل مع هيدا الملف؟ سوق الوطن العربي ما في نظام الإقراض العقاري مقارنة بأمريكا وأوروبا، فلذلك نعم في تأثير طبعا، النسبة العالية هاي تأثر على كل الأقراض بصفة عامة، ولكن نحن أنا ما أعتقد نتأثر فيه، لأن لا زال الشراء ما يعتمد على الاقتراض من البنوك، لو أنه له تأثير بكل تأكيد. فلذلك في الإمارات وخصوصا في الإمارات ومدينة دبي أنا ما أعتقد هذا له تأثير كبير، أما تأثيره على العمل بصفة عامة طبعا تأثير كبير ارتفاع الفائدة. هل هذا بيستمر؟ والله احنا متفائلين ان شاء الله ما يستمر اكثر من سنتين. بعيدا عن اجواء البزنس واجواء الشركات، يعني خلال الفترة الماضية عم نسمع كثير تصريحات من الرؤساء التنفيذيين بانهم لا يملكون الوقت ليناموا ليستمتعوا بحياتهم، وفي يعني تغييرات عم بتصير كثير باللايف ستايلز الخاصة بهم. كواحد من اشهر وابرز رجال الاعمال في منطقة الشرق الاوسط، كم ساعة بتنام بالنظر للبيزي سكادجول؟ لا نحتاج من 7 إلى 8 ساعات أنام، لو أن النوم يعني مخلط، ولكن نحتاج 7 إلى 8 ساعات. طيب هل تملك نصيحة لأي الأشخاص يعني الذين لديهم أعمال ومؤسسات مالية الآن يديرونها بهذه البيئة الاقتصادية الصعبة؟
والله في اعتقادي بأنه قدرة الإنسان على الإدارة تبدأ من المحافظة على الإنسان نفسه، فلأن أنت لازم تستحمل هذا الضغط والنشاط والحركة والعلم، فهل أنت تهتم بنفسك سواء من ناحية الأكل، من ناحية التمرين، أنك يعني تنام صح، هذا أساسه. إذا الأساس نحن مو مرتبين الأساس، إذا النتائج بتكون سلبية. فأنا اعتقادي اهتمام الإنسان بنفسه أولاً وصحته على أساس يكون هو قادر على التعلم، قادر على الإدارة، قادر على الضغوط الخارجة. ولكن كذلك إذا أنت ناوي تنجح ويكون عندك عمل كبير، كذلك بعد يأخذ منك وقت ويأخذ منك يعني انشغال عن أمور كثيرة. قدرة الإنسان على البالانس، لكن يعني نحن نحاول نعمل بالانس ولكن فاشلين في البالانس للأسف يعني. شكرا جزيلا لك سيد محمد العبار على هذا اللقاء، ونتمنى لكم دائما المزيد والمزيد من النجاح. وانتم بخير والسلام إن شاء الله ومشاهدينكم كلهم. إذن مشاهدينا كان هذا اللقاء المميز مع السيد محمد العبار، إلى اللقاء.